أيها السادة، أهلا بكم. إليكم أهم الأنباء. الرئيس اليمني يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين. وصل مطار القاهرة الدولي اليوم رئيس اليمن عبد رب منصور هادي، والذي يبدأ زيارته للقاهرة ويتلقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العديد من الموضوعات. وكان في استقباله بالمطار الدكتور عبد الغفار وزير التعليم العالي. بدء مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد رب منصور هادي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وصل ظهر اليوم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، قصر الاتحادية، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وبدأت المباحثات الثنائية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمني لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام اليوم. مانيش توقيع عقدين بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد باستثمارات 70 مليون يورو. شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية توقيع عقدين باستثمارات تقدر ب 70 مليون يورو بين الموتور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية وكل من شركة باج بورسعيد للتصنيع وشركة جيرادا مصر للتصنيع، وذلك في إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. الحكومة تعلن الاستجابة لليوم السابع وحل مشكلة شارع جعفر والي بالمطارية. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع ما يرد إليها من شكاوى من المواطنين وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية. الحكومة توضح حقيقة منع الاختلاط بالجامعات المصرية خلال بدء العام الدراسي الجديد. كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق. الحكومة تنفي فرض ضرائب على المقابر. كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة، وذلك تزامنا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. جون كاسين يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار في المواهب. قال جون كاسين السفير البريطاني بالقاهرة أن مصر لديها إمكانية لتصبح نموذجا يحتذى به العالم بمجرد التواصل إلى سبل لتمكين 100 مليون مصري، وذلك خلال رده على سؤال بشأن توقعاته لمصر في الفترة المقبلة. وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر بمناسبة انتهاء فترة ولايته كسفير لبلاده في مصر أنه عاش في البلاد 4 أعوام ورأى حجم المواهب والإمكانيات والتطلعات الموجودة في هذا البلد، وإذا استطعنا الاستثمار في ذلك عن طريق منحهم الوظائف وفرض التعليم ومن ثم منحهم صوتا، حينها مصر يمكن أن تقود الطريق.
نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، قدمته إليكم هدير محمود.